كل واحد ربنا بديه هبة بتكون هي سبب نجاحه ووصوله. أنا هبتي كانت موهبتي. زمان قالوا لي وأنا صغير لازم تكون شاطر، لازم تكون مركز، لازم تكون ناجح، لكن مع الأسف فهموني غلط، وأنا كمان فهمت نفسي غلط. رغم كل الإحباطات كنت متأكد إني حلاقي موهبتي ويكون في ناس واقفة جنبي وتساندني مهما كانت الصعوبات. لحظات اليأس موهبتي زادتني إصرار وخلتني ألاقي نفسي وأكبر وأوصل لكل اللي تمنيته، لأني قررت أوصل بموهبتي. ولا تنسى كلنا موهوبين.